السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ انا حافظ ازيك. ازيك يا حاج عامل ايه؟ ازيك يا حماتي؟ اهلا. كده برضه عبطة؟ تسيبي بيتك وتمشي من غير حتى ما تقولي لي؟ وانت يعني كنت سألت ولا اطمنت؟ قال على رأي المثل، خدوهم بالصوت ليغلبوكوا. هات الأرض ليه يا ابني؟ قوم اقعد على الكرسي. تعالي يا طيب يا فوزية، خدي بنتك وخشوا انتوا. وانت شوفي جوزك يشرب ايه. حاضر يا حاج. يلا يا بنت. جوزي خمرجي يابا، ما بيشربش غير الخمره. استغفر الله العظيم. عجبك كده يا حاج؟ المهم يا ابني طمني الاول بس، ايه اخبار الشغل؟ والله حاج كله على صدر. وابويا يعني كمان قال لي على الاجتماع اللي انت عملتوه، وبصراحه حاج كده يعني اللي انت قلت عليه فكره بمليون جنيه. وبعدين انا حاولت اقنعه كتير قوي، اقول له يابا لازم نشوف اي شغلانه ثانيه عشان نحاول نداري بيها نفسنا. يقول لي انا ما بيهمنيش حد. طب يا ترى فكرتوا هتشتغلوا في ايه؟ تدار وراه يعني؟ والله حاجه كده يعني انا بفكر افتح مصنع نسيج. بسم الله ما شاء الله، مصنع نسيج. بس دي يا ابني شغلانه عايزه تركيز وعايزه شغل كتير. يعني لو عملتوا كده صعب ساعتها تجيب اصحابك ونسوانهم وتعملوا قعده التحشيش والسكر اللي بتعملها في البيت ده، وحكايه فتح باب بيتك لكل من هب ودب. طب ليه بس كده يا حاج؟ يعني بقول لك يا ولا، بصراحه ربنا انا كان المفروض اجيب ابوك واتفاهم معاه في حكايه معاملتك لبنتي دي، بس انا ما رضيتش، وده ليه سببين يا حاج. يعني ما هو الموضوع برضه يعني. اسمعني ما تتكلمش لغايه ما اخلص كلامي. اول سبب فيهم ان انا عموما بعتبرك زي فتحي ابني. تاني هام، انت مش صغير، انت بقيت راجل وعندك بيت ومسؤوليات، بالاضافه لكده ابوك مديك مسؤوليه شغله. هي بطه قالت لك يا حاجه بالظبط حكيم، يعني انت عارف انها بتحب تهول المواضيع شويه. سيبك من تهاول وما تهولش، عموما الراجل الجدع لازم بيته يبقى له حرمه نيه. يعني الراجل اللي عنده كرامه بجد لازم يحافظ على كرامه بيته زي ما بيحافظ على كرامة نفسه بالظبط. بس يا اختي كوباية العصير دي تديها لصحابي جوزي. حاضر. خدي يا وليه. تفتكري ياما ابويا هيديله بالجامد فوق نافوخه؟ يا بنت انت مش قلتي له سخنتيه ان العيب منه؟ سخنته. خلاص بقول لك ايه، تعالى نقعد في اوضه النوم علشان نسمعهم بيقولوا ايه. يلا ورانا يا وليه. حاضر. هاتي يا بنتي الهوا. اتفضل يا حاج. شكرا. مراتك عملك عصير اهو، خساره فيك والله. انت ليه بس يا حاج شادد عليا كده؟ ما هو من عمايلك. وفي حد يعمل اللي انت بتعمله ده؟ بقى يا ابني انت فاتح بيتك لاصحابك ونسوانهم يجوا يعملوا فيه قعده حشيش وخمره واردغنه. يخص عليك بني ادم، يخص يا حاج. دي قعدة صحاب وأنس وفرفشة، وبعدين الواحد من دول بيبقى معاه خطيبته أو مراته، وأنا اتحايلت على بطة كذا مرة إنها تطلع تقعد معانا شوية وتنبسط، بس تقولي بقى جوزها بيبقى شبريه. عندها حق طبعًا. دي بنت العقاد يا ابني. بنت العقاد. يعني عمرها ما اتعودت على مناظر زي كده. بقول لك دول صحابي يا حاج، وبعدين هي كمان تعرفهم كويس. حتى لو تعرفهم. إنما بالنسبة لها دول أغراب. وبعدين في قعدة زفت زي دي ما يمنعش ان حد يصغر لها زغره ولا يقول كلمه مش كده ولا يخص عليك. يخص. ما هو كان بيبقى معانا ستات تانيين يا حاج. ستات؟ بتقول على دول ستات؟ انت عمرك شفت في بيت ابوك ستات بالشكل ده؟ وبعدين ست ايه ولا خطيبه ايه دي اللي تقعد مع خطيبها لغايه وش الفجر تحشش وتسكر؟ اسمع هلا، لعلمك انت غلطان من ساسك لراسك. خلاص يا حاج. خلاص ايه بقى ان شاء الله؟ انا غلطان في حق بطه حاج. طب كويس انك كنت اللي غلطان، بس لعلمك انا مش هسمح للغلط ده انه يتكرر تاني مره ابدا. وانا بقول لك اهو، البت دي حتى لو وافقت بعد كده على اللي بتعمله وانا دريت، انا همنعها انها تعاشرك حتى لو كانت رايداك. انا اهون علي اجزر رقبتها من انها تسمح لك تعمل الكلام الفارغ اللي انت بتعمله ده. يا لهوي يا لهوي. اللهم طولك يا روح.
يا بنتي يا بنتي هدي شويه يا بنت يا بنتي، خيلتيني اله ربنا يا خيالي. يما يما طولوا قوي بره، انا خايفه خايفه يكون حفظي راكب دماغه وابويا مش قادر عليه. هو مين ده اللي راكب دماغه وابوك مش قادر عليه؟ ده لسه يا بنت لسه ما استجراش ولا اتخلق اللي يركب دماغه قدام ابوكي الحاج ابراهيم العقال. طب يا ابني انا هبقعد مع ابوك بقى اتفاهم معاه في حكايه مصنع الغزل والنسيج اللي انتوا عايزين تعملوه ده. طب عشان خاطر حاج يعني إيه لما تقابل ابويا بلاش تجيب له سيره عن اللي حصل ما بينه وما بين فاطمه، حاكم هو دايما بيقف في صفها. ما هو لازم يا ابني، ما هي زي بنته، زي ما انت زي ابني بالظبط. انت فاكر اللي بيني وبين ابوك ده ايه؟ دي عشره عمر بحالها، ده حبيبي. يا فاطمه يا فوزيه ربنا يخليك لنا يا حاج. يا احلى حاج. تعالوا يلا هم حب على راس مراتك امشي. اتفقتوا على ايه حاج؟ خلاص كل خير ان شاء الله يا حاجه. يلا روحي مع جوزك روحي، خدي شنطه هدومك وامشي. انا ما ليش شنطه يابا. الله، امال كنت بتنامي ازاي يا بنتي؟ انا ليا هدوم هنا. طب يلا اتكلي على الله امشي. ثانيه واحده يا حبيبي هجيب العبايه واجي. يو ثانيه واحده يابا. يلا يا بنتي. يلا ربنا يخليك لنا يا حماتي يا احلى حما في الدنيا. انت ما بتجناش ليه يا حماتي؟ يبقى كلمينا كده وتعالي لنا. يا ولد بس طلقان. يلا يا حبيبتي يلا. سلام يابا. سلام يابا. سلام عليكم. شوف يا اخويا البيت، البيت دي يا اخويا زي ما تكون صدقت. طيب سلام عليك. وانا بقى ايه على فين يا حاج؟ خلاص مش صالحت البيت على جوزها خلصنا. ترى يا راجل معقوله؟ طب وانا يا حاج مش هتصالحني؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه يا رب العالمين.